حازم اللعيب هنتكلم عنه بعد شويه، لكن تعالى نبدا الاول من اول قرار الاعتزال. بعد اعتزالك بسنتين كان زمالك حسام حسن وصخب وجمهور وشيكابالا و و، هل احساسك ان لو كنت موجود في الحته دي ايه اللي حصل؟ معلش قول تاني كده. زمالك حسام حسن كان بدا 2009 2010 في الحته دي، أيوه. هل لو كنت اتاخرت سنتين كانت الامور اختلفت ليك وللزمالك؟ لو لعبت كملت يعني سنتين كمان انا كان نفسي اكمل يعني، اكيد ما حدش بيبطل، بس انت بتشوف الاوضاع الماديه والاوضاع الفنيه بتلاقي الموضوع صعب يعني. انا بطلت سنه 2008 فانا فاكر انا كنت لسه مجدد عادي سنتين مع كان هنري ميشيل الله يرحمه يعني توفى يعني، فعملت سنه وكان ناقصني سنه كمان، فانا بعد ما خدنا الكاس قلت هعتزل يعني. فكابتن محمد حلمي كان هو اللي ماسكنا ساعتها، واداره النادي كان استاذ ممدوح عباس وكده، قالوا لي لا انت مكمل، وكابتن حلمي قعد يقول لي لا، طب بص انا هسافر اخد افكر يعني. وكان عندنا لسه فتره راحه كبيره وبريبريشن واعداد وبتاع، فايه فلقيت الموضوع السنه الجايه بصيت لقيتهم مشي طارق السيد تقريبا، مشوا وبشير مشي كل الفرقه، تامر ابو العيله لا ابو العيله كان كمل، بس يعني ابتدت الفرقه تمشي ومفيش حد بيجي يعني، ماشي الزمالك جاب حد جامد يعني. فبصيت بقى قلت ده انا كده السنه دي وبتشتم يعني، عشان انا يعني كابتن الفرقه فانت السبب في كل حاجه بتحصل يعني، دايما الكبير هو اللي بيشيل يعني. فالسنه الجايه تبقى اوحش اللي انا شفته يعني، فقلت لو قعدت الناس تنزل بقى تضربني بالنار اكيد مش هيستنوني يعني، فاهم؟ فاعتزلت لان لقيت الدنيا واحنا السنه اللي انا اعتزلت فيها دي، ودي برضه من الحاجات خلي بالك اللي دايما ساعات الاعلام لما يبقى واخد مستني حد بيوجه بالشكل يعني، انا في حاجات كتير كويسه، بس انا مثلا في السنه دي انا فاكر تحديدا قبل ما ابطل كان كل حاجه ان حازم امام هو السبب، حازم امام هو اللي ماشي المدرب بيجيب المدرب، حازم امام هو اللي بيجيب اللعيبه ومتحكم، هو اللي مبوظ الفرقه، هو فمشيت. السنه اللي بعديها كان انا كابتن فرقه كان بقالي سنين يعني، والحمد لله انا من الكباتن المحبوبه يعني مش كابتن غلس يعني، يعني علاقتي بالناس كويسه يعني. فمشيت السنه دي فحصل برضو انت بيبقى عندك لعيب يعني تقيل نوعا ما حتى لو ما بيلعبش كتير، بس لعيب تقيل بيبقى برضو ماسك لك الدنيا شويه. السنه اللي بعديها احنا طلعنا السادس في الدوري صح، وخسرنا من بني عبيد في الكاس يعني، دي من أسوأ النتائج للنادي الزمالك. وانا مش يعني مش عايز اقول ان انا عشان مشيت فالدنيا وقعت، بس قصدي يعني انت بتصور الناس ده ابليس او شيطان، بس هو مش كده يعني. الناس دايما تاخدش فكره ان كل حاجه بتتكتب صح، لان اللي بيكتب ده بني ادم عنده اهواء، ممكن يبقى صح ممكن يبقى صادق وممكن يبقى كاذب، فاهم؟ مفهوم. فانت لما بيطلع عليك طلعه في ناس بتطلع عليك طلعه عشان عايزه تبطلك، مش لازم الجمهور بتاع النادي ما تصدقش ان انت صدق اللعيب بتاعك انت شايفه معاك 10 سنين بيعمل ايه. فبس دي الحاجات اللي لازم الناس تاخد بالها، ده بتحصل دلوقتي وهتحصل تاني، دايما الاعلام بيشوف النجم ويحاول دايما يطلع عليه اشاعات كتيره.